رؤيا في دقيقة. شركة روكيتسان للصناعات الدفاعية التركية تعرض آخر التحسينات التي تجريها على الصاروخ المضاد للسفن أتمجة في معرض تكنوفيست التكنولوجي بولاية غازي عنتاب. مساعد وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده منفتحة على الحوار مع مصر لعقد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة معها. السلطات التركية تكمل 80% من مسجد تقسيم في إسطنبول وتتوقع افتتاحه للعبادة خلال شهر رمضان في أبريل نيسان المقبل. ولاية سكاريا تحقق مبيعات خارجية بقيمة 2 مليار دولار في 8 أشهر من العام الحالي لتحتل بذلك المرتبة 7 بعد إسطنبول وبورصة وكوجيلي وإزمير وأنقرة وغازي عنتاب. وزير الداخلية التركي يشير أن 120,695 شخصا جرى دمج معلومات رخصة القيادة الخاصة بهم في هوياتهم الشخصية خلال 5 أيام منذ الاثنين الماضي. تركيا في دقيقة.